دقيقتين وبس. معلومة طبية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. سبق وعرفنا هرمون البرولاكتين وأهميته وأسباب زيادته سيان عند الرجل أو المرأة. إيه الأعراض التي تحدث عندما يزيد هرمون البرولاكتين؟ بالنسبة للرجل، قد يفقد القدرة الجنسية شهوة جنسية ويصاب بضعف الانتصاب، وربما يصاب بعدم القدرة على الإنجاب وفقدان الخصوبة. أيضا يشعر بضغط على أعصاب العين وربما صداع. وفي الحالات اللي فيها زيادة كبيرة في هرمون البرولاكتين ممكن يحصل عنده تسدي، كبر حجم السد عند الرجل، وأيضا ممكن يحدث فقدان لشعر الوجه وشعر الجسم عند الرجل. أما بالنسبة للمرأة، فيؤدي زيادة هرمون البرولاكتين إلى تأخر واضطرابات في الدورة الشهرية، ربما يؤدي إلى ظهور شعر في أماكن غير عادية في جسم المرأة، ربما يؤدي إلى الصداع والتوتر عن المرأة، وأيضا قد يؤدي إلى ألم وثقل في الثديين. ومع ألم الثديين قد تلاحظ المرأة خروج إفرازات حليبية في أوقات غير الرضاعة وغير الولادة، ربما يؤدي إلى جفاف وألم في المهبل. هذه هي الأعراض التي تظهر عند الرجل أو السيدة عندما يرتفع عندهم نسبة هرمون البرولاكتين. بنعرف إزاي هرمون البرولاكتين ده زايد؟ بطريقتين: بتحليل الدم نشوف نسبة هرمون البرولاكتين في الدم، وفي طريقة تانية وهي الكاتسكان، عشان نعمل كاتسكان على الدماغ ونشوف هل في أورام في منطقة البتويتري، وبالتالي احتمال ان يكون في خلل واضطرابات في غدة البتويتري اللي هي الغدة النخامية. طيب، علاج الهرمون البرولاكتين عندما يرتفع: اذا كان هرمون البرولاكتين ثابت انه مرتفع عند الرجل، فالعلاجه انه بياخد بعض الادوية التي تثبت من مفعول هذا البرولاكتين او تثبت الغدة النخامية من افراز البرولاكتين لو كانت هي السبب. ومع هذا العلاج الدوائي ينصح او لابد ان المريض يتبع اسلوب حياة صحي، تمارين رياضية وغذاء صحي مناسب. دقيقتين وبس. معلومة طبية.